معنا من أبو ظبي استشاري طب الأورام الدكتور مهند دياب. أهلا بك دكتور مهند معنا على سكاي نيوز عربية. طبعا دكتور مهند السرطان أبعدنا وأبعدكم الله عنه، يعني هو مشكلة حقيقية، كثير من الإصابات لدى كبار العمر، فئات عديدة في المجتمع، وهذا يعني يوم لكي نحتفي بمجابهته. أين وصلنا في مجابهة هذا المرض؟ كيف تقيم جهود هذا العالم في مجابهته في هذا التوقيت؟ مساء الخير. فعلا العدد سنويا بالعالم يشخص حوالي 20 مليون حالة جديدة من السرطان كل سنة، تقريبا حوالي 9.2 رجال وحوالي 8.8 نساء، يعني الرجال أكثر بقليل من الرجال بشكل من النساء بشكل عام. الجهود اللي وصلنا له اليوم جوابا على السؤال هو نحن اليوم بمركز متقدم جدا وبمرحلة فعلا متقدمة بمحاربة مرض السرطان. السرطان ما عاد إطلاقا مثل المرض اللي نحن بنعرفه من 10 سنوات ولا من 15 سنة ولا 20 سنة ولا حتى السنة الماضية. اليوم الأدوية اللي موجودة لدينا كثيرة جدا وفعالة بشكل رائع جدا. بدأنا نحن حتى لو كان المريض عنده انتقالات بعيدة بالجسم سواء بالرئتين أو بالكبد أو بالعظام، الأدوية الحديثة اللي موجودة بين يدينا اليوم كفيلة إنه فعلا نحن نحصل شيء بنسميه نحن القضاء الكامل على مرض السرطان، أو ما عاد نشوفه إطلاقا بالأشعة اللي نحن بنعملها. التقدم كبير جدا، التقدم كبير جدا بمجال علم السرطان ومقاومته. طيب دكتور مهند، ما بين تصنيفات طبعا سرطان خبيث، سرطان حميد، علاجات كيماوية إشعاعية، يعني كثير من العلاجات أنتم أدرى بها مني، لكن هنا يجب أن نتوقف. يعني ما الذي يعزز وجود السرطان؟ هل طريقة تناولنا للطعام؟ هل هي أسلوب حياتنا؟ لو فقط ننفتح على هذه البوابة التي لا يدركها كثيرون هنا. صحيح، فعليا كلمة سرطان تقال فقط على الخبائث، يعني الورم الحميد يعتبر لا يعتبر سرطان وإنما عبارة عن ورم حميد. عادة الأورام الحميدة ما بترجع ولا بتنتشر إطلاقا. فعليا علاقة الطعام بالسرطان، هناك يعني في عدة دراسات كثيرة جدا 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 أجريت من عشرات السنوات وكلفت ملايين الدولارات لمحاولة الربط أو إيجاد علاقة مباشرة بين الطعام والسرطانات. فعلياً لم نستطيع أن نضع يدنا على أي علاقة مباشرة بين الأطعمة أو أكلات معينة ومرض السرطان. على سبيل المثال، في عنا نحن فئات كبيرة بالمجتمع هي نباتيين، نباتيين من المولد، لكن مع ذلك عندهم أمراض السرطانات، ما بيأكلوا لحوم إطلاقاً. كان في بدول اسكندنافيا كمان مجموعة من الأشخاص اللي هن يعتبروا الفكهانيين، يعني هدول عبارة عن فئة تعتبر النباتيين غير صحيين حتى. هدول الصبح بيفطروا فواكه، الظهر بيتغدوا فواكه، والمساء بيتعشوا فواكه، لكن مع ذلك عندهم سرطانات، وسرطاناتهم تعتبر كمان عنيفة جدا وقاسية. اليوم الطعام ممكن نربطه بالسرطان بالطريقة التالية: زيادة الأكل التي تؤدي إلى السمنة، السمنة هي عامل خطورة لمرض السرطان. طبعاً هو لأنه خلايا الجسم كل يوم في خلايا سرطانية تولد داخل الجسم، جسم الإنسان، لكن مناعة البشر قادرة على القضاء على هذه الخلايا السرطانية. طيب. طبعاً الاسترس مهم جداً، إنه ننوه للمشاهدين هون الاسترس أو القلق. نعم. القلق، التوتر الموجود بالحياة أحد أسباب ضعف المناعة اللي بتسمح للخلايا السرطانية إنه تأخذ راحتها وتتغلب على جهاز المناعة بجسم الإنسان وتنتشر. طيب دكتور، أنا دعني أختم معك بنقطتين هنا. مسألة تعاطي الكحول إلى أي مدى فعلا تشارك في جلب السرطانات؟ يعني ما الذي وفره العلم لدينا في هذه المسألة؟ وأيضا التبغ، يعني الكحول والتبغ هنا، يعني طبيعة مشاركتهما في الإتيان بهذا السرطان. فعليا التبغ له علاقة مباشرة طبعا. في عنا نحن كثير من المواد
وسرطنة الموجودة بالبلغ في علاقة مباشرة وواضحة وانتهى هذا الموضوع. طبعا في محاولات من شركات التبغ خلينا نقول لحتى يقنعوا المستخدم انه سحبنا بوسيلة او باخرى سحبنا المواد المضرة وتركنا المواد المضرة، لكن هذا الكلام غير صحيح لحد هاللحظة غيب. بالنسبة للكحول، طبعا الكحول لا يعتبر خلينا نقول السبب المباشر للسرطان، وانما هو عبارة عن عامل خطورة. فينا نقول عامل خطورة اكيد بيسبب سمية لخلايا جسم الإنسان اللي بالتالي ممكن تكون عرضة لخلايا السرطان. طيب، من أبوظبي استشاري طب الأورام الدكتور مهند دياب، شكرا جزيلا لك دكتور.